أقر مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، كما أقر النواب توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن مشروعي القانونين. وكان المجلس قد شرع بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة 2019 الأحد الماضي، حيث تحدث 105 نواب على مدار 4 أيام وعبر 7 جلسات، في حين عقدت اللجنة المالية منذ 5 من الشهر الماضي 55 اجتماعا التقت خلالها الوزراء والمدراء العامين المعنيين. فيما يتعلق بقانون العفو العام، توجيه الملكي السامي بناء عليه أعددنا في الحكومة دراسة حول جميع الجوانب القانونية والفنية والمالية للخروج بمشروع يحفظ مبدأ سيادة القانون من خلال الموازنة بين حق المجتمع في الأمن والسكينة وبين حق مرتكبي بعض الأفعال الجرمية في انطلاقة جديدة. بدأ مشروع صرف الدفعات لبرنامج الغارمات، وهو برنامج يتم تنفيذه من صندوق الزكاة، وتم تخصيص 500,000 دينار لهذا الموضوع ب 2019 للاستمرار به. وفيما يتعلق في قروض الطلبة، نحن تماما نشعر مع وجع الأهل والطلبة، حيث باعوا الوطيات زي ما بيقولوا، استثمروا بأبنائهم وأخذوا قروض وليس هناك فرص عمل ووقعوا في هذا المأزق. نحن سنقوم بتعديل النظام الحالي الذي يجبر الطلبة على البدء بالدفع مباشرة بعد التخرج والانتقال إلى نظام يبدأ في الدفع فور حصولهم على وظيفة أو على عمل.